غير دوك الاصلاحات صافي ولا عندنا الضرار بزاف. شنو غير البلاصه فين كانت التواليت؟ مابقاش الستالاسيون، الستالاسيون بدلها، ملي بدل الستالاسيون وحنا كنعينوا بهذا. ولات عندك الفويت انت دايزه ولا عندي ديما بحال هكا ما تيتحبش 3 سنين. قلت لي المشكل، قال لي شوفي اختي مع الجار ديالك يقدر يكون ولا هذا الشيء خطر، يقدر في اي لحظه يربع لك. فين ما كنجيب تريسيان كيقول لي شوفي اختي ما نقربش لك، عندك الماء مخلط لك مع الضو. واش قادره تعيشي؟ زي كنشوف يعني الثلاجه ضروري بزز منك غادي تطفيها. ما عيشه ما والو، هذيك ما عيشه ما والو، هما عايشين وحنا راه ما عايشينش. دابا دارك وما عندكش الحق. داري ما عنديش الحق فيها، يعني تركبي البريس تيضربك الضوء. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. اليوم كنتواجدوا بمنطقة سيدي مومن، بالضبط بإقامة البيضاء، الدار البيضاء. معي الأخت زهيرة، أخت زهيرة اللي تعرضت للضرر من طرف الجار ديالها. دار إصلاحات في البيت ديالو، في لابارتمون ديالو اللي هو فوق منها، ولكن بدل الانستالاسيون كاملة ديال الماء وديال الضوء من داكشي كامل كيدوز، ولا عندها مشكل الضوء تخلط لها مع الماء. أنا نشرح لكم واحد شوية داكشي اللي فهمت انايا في الاول. دابا فيما تتورك على لانتيريبتور باش تشعل الضو ولا تطفيه، سواء غيضرب هاد الضو سواء كتحرق البوله، هذا من جهه. من جهه ثانيه ولات مضطره انها دائما تبقى مهبطه الديجونكتور ديال الدار كامله، فما يمكنش ليها لا تخدم الثلاجه لا التلفازه لا والو. عاباش الضرر ربما اللي مشى لك جميع الاجهزه الالكترونيه والكهربائيه اللي عندك هنايا في الدار. ملي جات تدوي على حقها تعرضت للضرب والجرح من طرف الجار ديالها والابن ديالو. اختي زهيره السلام عليكم. سلام اختي، كديرك؟ قربينا اكثر من الحاله ديالك. اختي الحاله هانتوما كتشوفوا الحاله كي دايره، 3 سنين وحنا كنعاينوا في هذا الشيء، ما لقينا حتى شي حل. عاودي لي كيفاش بدا هذا المشكل؟ شنو هو المشكل؟ حتى بدل الستالاسيون، ملي بدل الستالاسيون كنطلعوا عنده، خاصك ما تهضرش. كيفاش خاصك ما تهضرش على الماء؟ خاصك الا هضرتي على الماء يقول لك لا ما تهضريش. دابا انتيا كيفاش بدا عندك هذا المشكل؟ واش هو بدا دار اصلاحات في الدار ديالو؟ دار اصلاحات. ملي دار اصلاحات غير دوك الاصلاحات صافي ولا عندنا الضرار بزاف. شنو غير البلاصه فين كانت التواليت؟ مابقاش الستالاسيون بدلها. ملي بدل الستالاسيون وحنا كنعينوا بهذا. ولات عندك الفويت انت دايزه ولا عندي ديما بحال هكا ما تيتحبش 3 سنين. المسؤولين ما تيجيو يعني باك صاحبي تمشي. دابا قبل باش نوصلوا للمسؤولين والشكايه اللي درتي وهذا، كيفاش بدا عندك المشكل؟ شنو واش خسرات لك التلفازه؟ تحقات لي التلفازه، راه هي كتشوفوا فيها. اييه كنركب البريز بحال هكا، مشات لي الماكينه صايبتها. قلت انايا راه غير سير كوي، جبت تريسيان. قال لي شوفي اختي الدار شبعانة عندك ما. قلت لي المشكل، قال لي شوفي اختي مع الجار ديالك يقدر يكون. ولا هذا الشيء خطر، يقدر في اي لحظه يربع لك. فين ما كنجيب تريسيان كيقول لي شوفي اختي ما نقربش لك، عندك الماء مخلط لك مع الضو. حتى التريسيان ولا تخايف على راسه، ما تيقدرش اختي يجي عندي التريسيان. اي تريسيان كنعيط عليه دابا حاليا ما كيجيش عندي، كيقول لي اختي عندك خطير. قد ما خرجتي من هذيك الدار، قد ما خرجتي من هذيك الدار مزيانه اختي راه غادي تحرقي انت ووليداتك. ملي كنهضر قال لك حاولتي؟ كنقولوا عار الجار على جارو. مشيتي دقيتي على الجار ديالك؟ دقيت على الجار ديالي. ملي دقيت عليه قال لي شوف اختي ماشي من عندي. قلت لي ما يمكنش، راه من عندك، راه جيت معلم وقال لي من عندك. قال لي هانتي دخلي تشوفي. ملي دخلت لقيتهم بدل الستالاسيون. ملي بدل الستالاسيون وحنا بحال هكا، هذا هو المشكل اللي كاين مع هاد الجار هذا. حاولتي دابا تمشي للطريقه القانونيه؟ طرقتي البيبان القانونيه؟ مشيت الشكايات، راكم مشيتو شحال تاع الشكايات دفعتهم وتا شي خبر ما كاين من هادشي. كيجاوبوك؟ تيقولوا لي سيري تفاهمي مع الجار ديالك، احنا غنعيطوا لك. ما تيسيدعوه ما والو.
مشيتي درتي شكايه عند وكيل الملك؟ دابا درت الشكايه على الضرب والجرح، حيت خاصك لا هضرتي على الما يتلقاو لك كاملين يقتلوك بالعصا. تعرضتي للضرب؟ تعرضت للضرب، راه عندي سيرتيفيكا فيها 20 يوم، وجاو البوليس وشافوا ديك الحاله، والبوليس جاو عاينوا الماء وقالوا لي راه الماء كاين عندك، وجاو سولوا الجيران هنا، الجيران ديالو، وقالوا لي الجيران سير صلح، ودابا راه حاليا كنتسنى باش يصلح، راه ما كاين حتى اصلاحات. ما عندكمش سانديك هنايا؟ ما عندناش اختي لا سانديك لا والو، ما كاين لا سانديك لا حتى شي حاجه. حنا الضو في الدروج راهم محيدينه. ما حاولتيش تمشي عند القايد ولا عند المقدم بعدا هما الاولين تقول لي كيفاش خديتي الرخصه انك تبدل لانستالاسيون ديال كلشي الطواليت كانت في بلاصه؟ قال لك انا ماشي سوقك دار، وهذيك يدير فيها اللي بغا. اي ولكن بدون ما تعرضي للضرر، داره من حقه، ولكن الا كان الضرر على واحد اخر كسعه ما كتسالي الحريه ديالو ديك الساعه. لا قال لك لا ما تتهضريش، ماشي سوقك انت، هي داري هذه ندير فيها اللي بغيت. اي وشنو الحل؟ الحل قال لك ما عندنا ما نديرو لك، سيري طلعي فين تبغي. التجأتي للقايد؟ التجأت للقايد، مشيت عنده وكيقول لي مخرجوا معاها وتيجيو وما كاين حتى شي حل، كيقول لي سيري للجماعه، كنمشي للجماعه ما داروا معايا والو، مشيت لعند القايد ما دار معايا والو، مشيت للعماله ما كاين حتى حاجه عند العامل، مشيت مجلس المدينه صيفطوني ثاني لدرب غلف، ملي مشيت لدرب غلف قالوا لي هذا الشيء خدمه القايد. دابا كل واحد يصيفطك عند واحد؟ يصيفطوني راكم شفتوا شحال تاع الشكايات، وباقيين حاليا من هاد الضرر راه حنا كنعينوا منه. نخليو المشكل ديال الدار وهذا الشيء دابا اللي، ولكن كيفاش انت دابا امراه غتعرضي للضرب العنف؟ علاش حيت دويتي على حقك غيجيوي؟ حيت دويت انا دابا على الماء، قلت لهم الله يرحم الوالدين شوفوا الحاله كي دايره. كيفاش تنا تصداع؟ نط صداع قال لك ما تهضريش على الماء. شكون اللي ضربك؟ ضربني هذا الجار ولده ومرته، وجات لي اختها حتى هي مريضه. تكرفصوا لك اختها؟ اختها مريضه، قالت لك نطيحوا عليك شي روح، ما عندكش الحق تهضري لي لا مع اختي ولا ولاد اختي. انتي غادي تهضري معاها مول الدار تقول لي حاول تصلح من عندك ونصلح انا من عندي؟ قال لك لا ما عندي ما ندير لك انا. قربي حدايا شويه. واختي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين هو هذا. دابا انت كيفاش كتعيشي في الدار؟ واش قادره تعيشي؟ زي كنشوف يعني الثلاجه ضروري بزز منك غادي تطفيها. ما عيشه ما والو، هذيك ما عيشه ما والو، هما عايشين وحنا راه ما عايشينش. ولادي انا بانوا لك دابا كاينين، ولادي ما كاينينش، ما نقدرش نعيشهم هنا. انا شفتك دابا جا مع الحوايج جا مع كل حاجه. ديما حنا راحلين ساكنين وما ساكنين. دابا دارك وما عندكش الحق. داري ما عنديش الحق فيها، يعني تركبي البريز تيضربك الضو، انا وليت خايفه على راسي. وراه هادشي خطر، يقدر يضربك الضو وتموتي. دابا خويتها انا خاويه، ما عنديش فين غنمشي دابا، راه كنمشي غير ولادي راه ما كاينينش دابا. ولكن واش الحل هو انك تخوي الدار ديالك؟ راه ماشي حل هذا. خصنا نشوفوا الحل. أن الحل اختي ما كاينش. مشينا عند مسؤولين ما كاين حتى شكايه للعمل. درنا شكايه، راكم شفتوا الحاله كي دايره. والو اختي. بغيت نعرف الجواب ديال المقدم، اللي كيجي كيخرج كيدير معاك المعاينه، كيمشي يدوي مع الجار ولا شنو كيدير؟ ما تيدوي معاه ما والو. علاش؟ ما قال لك ما كيجاوبناش في التليفون، كنعيطوا عليه، كنقول له ماما عيطوا علي، قال لك لا ما يمكنش ليا نجرو انا بزز. قلت له وزيد شوف الحاله كي دايره، راك شوف الحاله كي داير. دابا المشكل ماشي هنا، المشكل انت واخا تعاودي تصلحي هنا غيعاود يصرى لك نفس المشكل. نفس المشكل. حيت كاين الفويت. حنايا حنايا صايب لتحت، لتحت تصايب. داكشي اللي داروا درنا معاهم. داروا 22 ألف ريال للدار، عطيناهم حنا 28، وعاطي رزقك والما باقي كيكب عليك، راه ما يمكنش. عاودي لي قلتي لي دخلتي للطواليت ولا للدوش ما تتقدريش تشعلي البوله؟ لا ما تقدريش، تيكب عليك الما تي قاسه، تتفرقع عليك البوله. انا ولادي ما تلاوش كيبغيو يدخلوا ليا حتى الطواليت، ما بقاوش كيدخلوا لي. يقدر غادي تورك على الانتيغوبتور باش تطفي الضو ولا تشعلي، راه صعيب. صعيب غادي يضربك الضو في اي لحظه. ها انتم شوفوا كاع داك الشيء تفرقع علي. مشاو لك التلفازات؟ مشاو لي التلفازات، كل شيء. اي حاجه ديال الضو دابا؟ اي حاجه ديال الضو ممنوعه منها دابا. دابا شنو الرساله ديالك للمسؤولين؟ رسالتي للمسؤولين يجيو يشوفوا معنا هاد الشيء، راه خطر لا علينا حنا ولا على الجيران. هاد الجار هذا انا ما مسوقش ليا انا، كيقول لك طلعي فين تبغي. وصلنا معاه حتى عند البوليس. فين غادي تطلعي فين تبغي؟ فين مثلا؟ ما عندنا فين دابا، فين غنمشيو؟ حنا الدار خاوينا، هو ساكن وانا راه خاويه الدار. واش كاينه في القانون؟ لا ما كايناش. تخوي دار حد ما فوق القانون. ودابا هما ساكنين
وياكلوا ويشربوا حنا راه خاوينا الدار هادي. كنظن الرساله ديالك واضحه، كنتمنى المسؤولين يسمعوا الصوت ديالك، حتى انا كنتمنى المسؤولين يسمعوا الصوت ديال اختي زهيره، لان اولا هي بعدا عايشه مكرفسه، الدار ديالها ومحرومه منها، هذا حق ما يمكنش تحرمي من دارك انت ساكنه ما قاداش تسكني فيها، وليتي جامعه في راسك وجامعه كل شيء وما عندك حتى شي حاجه، واللي شريتي اي تلفازه راه غادي تمشي تخسر ليك، هذا راه ماشي معقول. ثاني حاجه من تدوي على حقها كتضرب، ما فهمتش. والمسؤولين العامل يقول لها سير عند القيد، القيد يقول لها سيري عند رئيس الجماعه، رئيس الجماعه يقول لك سير عند هذا، مشيتي حتى عند البوليس ربما قالوا لك اش قالوا لك؟ قال لي خدمه القيد، هذه خدمه القيد. يعني كل واحد كيلوح من واحد. انا كنتمنى ان الصوت ديالك يوصل للمسؤولين، وكنتمنى شي مسؤول يكون نزيه يوقف على هذه القضيه هذه ويعطيوها الحل الشافي الكافي، يقولوا لها شنو خصها تتبع، شنو خصها دير، شنو المسطره اللي خصها تطرقها. وكنتمنى بان هذا الجار حتى هو يهديه الله، لان الرسول عليه الصلاه والسلام سلام وصى على سابع جار، راه صعيب الجار، راه صعيب العار ديالو. شكرا على التتابع ديالكم، كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.